المرأة والطفل على رأس يعني مهام المحور المجتمعي في الحوار الوطني، والمرأة والطفل يعني الأسرة، يعني دول أهم حاجة بنتكلم عن الأسرة. وبنتكلم عن الأسرة عن تفاصيل كتيرة جدا في محاور مهمة جدا بيتم مناقشتها، وأكيد المحاور دي لأنه بيبقى مراية المجتمع بتعكس إنه في مشاكل في الاهتمام سواء بالطفل أو بالمرأة. خلينا نعرف تفاصيل ونناقش تفصيل في ضيفتي دكتورة هانيا شلقامي، مقرر مساعد المحور المجتمعي بالحوار الوطني. دكتورة هانيا مساء الخير، منوراني. مساء الخير. يعني لما بنتكلم عن محور مجتمعي اشرح لنا يعني ما هو المحور المجتمعي في الحوار الوطني؟ المحور المجتمعي هو أكتر محور بيمس حياة الناس اليومية، لأنه إحنا متعودين على فكرة إن في مجال اسمه المجال السياسي، وفي مجال اسمه مجال اقتصادي وبيهمنا جدا، وكأن كل الباقي ده اسمه مجتمعي، يعني السكان، الأسرة، الثقافة، الشباب، الصحة، التعليم. فالمحور ده بيتكلم عن سياسات المستقبل في كل المجالات دي، وطبعا هو في يعني تماس ما بينه وما بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي، لكن هو محور تقدري تعتبريه محور حياتنا اليوميه وشكلها ايه. طيب لما نيجي بقى يعني نتكلم عن الام والطفل، نتكلم عن العنف تجاه الاطفال، العنف ده يعني وصفه كتير جدا، ايه اهم النقاط اللي عايزين تناقشوها؟ أعتقد أن احنا أولاً محتاجين نبص على السياسات اللي بتمكن العنف ده، يعني السياسات اللي مثلاً بتعمل ضغوط على المرأة العاملة، انفصال في الأسرة نفسها، في المدارس، العنف في الشارع، عدم الأمان. لأن يعني كدولة لازم الدولة تعمل اللي عليها، أن أنا أعمل بيئة مواتية للسلام الاجتماعي. طبعا دايما هيفضل في افراد بيمارسوا بعض الممارسات الخاطئه، دي درجه تانية يعني طبعًا. دي بقى بنتكلم على اشخاص، لكن البيئه المواتيه الايجابيه دي هي دي هي مسؤوليتنا كخبراء ودوله طبعًا. وسياسيين. هو بالتالي انا لازم اشوف انا بتكلم عن اني طفل، الطفل ده بالزبط. اولا وعايش فين بالزبط. لانه البيئه بتحكم هو عايش كويس، عايش في بيئة صالحة، بيئة بتخلق جمال، بتخلق سلام طبعاً. ولا بيئة بتعرضه لمشاكل كتير. حتى كمان الأهم هي الأم نفسها مين بتعمل إيه في البيئة دي. بس في حاجات كتير مش في إيدينا، يعني أوضاعنا الاقتصادية مش في إيدينا كلها، حظوظنا مختلفة، متواجدين في أماكن مختلفة، لسه في مجال. يعني عايزه اقول لحضرتك ان المدرسه دي انا بتكلم بقى على كل العالم، يعني دي مش مشاكل مصريه بحته طبعا. في كل العالم في الصالح والطالح، في ناس ظروفها اصعب من ناس طبعًا. تانية طبعًا. لكن في دور للتدخلات الاجتماعيه وللمؤسسات واهم مؤسسه فيهم هي المدرسه، انها تحيد العنف ده، يعني تخلق بيئه ايجابيه للاطفال، بحيث انه الطفل نفسه يبقى قادر على توازن. تعمله يعني لما توازن. تشوف حاجه تبقى واحد راحه. خلينا واحنا بنتكلم برضو ندي امثله، يعني مثلا لو جينا قلنا الدوله لما قررت تحط ملف العشوائيات قدام عينيها، رغم ان الظروف مصر كانت صعبه، يعني كان ممكن يبقى في ظروف احط فلوس في تعليم، اكل الناس، واجل العشوائيات، ما هي كانت موجوده يعني وكنا شايفين، لكن الدوله قررت ان هي تطلع اجيال مختلفه. صحيح. فبالتالي احنا لو بعد ما الدوله عملت كده، لو رجعنا بعد كذا سنه وشفنا الاطفال اللي دخلوا من العشوائيات دخلوا للاماكن صحيح. الجديده، وتغير سلوكهم وادائهم، الام نفسها كمان هتبقى في بيئه صالحه. فده مثل كبير ان انا بقدر احيانا اغير البيئه اللي الحقها بالزبط. يعني طبعًا. اقدر اتوازي فيها طبعا أحيانا. وعشان كده بنقول ان احنا نصلح يعني طبعا انتشال الناس من بعض يعني من بعض العشوائيات، بس محاربه تكوين العشوائيات الجديده، يعني انه الشوارع تبقى امنه سواء عشوائيات طبعًا. ولا اماكن حضريه، اماكن ريفيه. فطبعا هو ده الدور، هي دي البيئه المواتيه، واحتياجات الناس مختلفه عن بعض. يعني احنا مثلا القرى المصريه، انا افتخر ان انا صعيديه، الصعيد بيبتز بالامان داخل القرى. ازاي نحافظ على ده؟ ازاي نحافظ على قدره المجتمع ان هو يخلق بيئه فيها امان، والاطفال كلها يعني ما فيش خوف من انها تطلع في الشارع، ما فيش خوف انها الناس تزور بعض.
دي مسؤوليه على السلام، يعني السلام المجتمعي يبقى موجود بالطبع. طيب بما ان احنا بنتكلم برضو، انا سعيده من المحاور اللي انا شايفاها الاهتمام بعدم التفرقه بين الولد والبنت. واحنا في سنوات كتيره جدا ماضيه كنا بنشوف التفرقه في محافظات كتير، يعني مش بقى حتى في القاهره، يعني مش يعني القاهره مش بريئه يعني طول الوقت، ولكن هي فكره التفرقه بانه ده الراجل ده اللي ياكل افضل مثلا، ده اللي يتعلم افضل، اللي هو اللي يروح المدرسه الاحسن، والبنت مش مهم تكمل، المهم الولد يكمل. بالتالي النظره اختلفت والمجتمع اتغير. الحقيقه الاراده السياسيه وراء المساواه من اقوى ما يمكن الواحد يتخيلها، يعني عموما اتجاهنا كان دايما ايجابي من يعني لكن دلوقتي الاراده السياسيه وراء المساواه قويه جدا، ودي اللي بتحدد النغمه اللي كلنا بنمشي عليها. فمثلا احنا دلوقتي عندنا البنات تفوقوا في مجالات دراسيه كتيره، هم متفوقين البنات متفوقين دايما واخدين فرص اكتر، فطبعا الاراده السياسيه هي اللي بتعمل النغمه او السلو اللي الناس تمشي عليه، ودي حاجه ايجابيه جدا الحقيقه. طيب نقطه كمان مهمه جدا وهي البنت هنا مظلومه فيها، وهي في جزء من العادات والتقاليد، يعني التسرب من التعليم لما بنبص عليه بشكل كبير بالذات في المحافظات وفي الأماكن النائية شوية، اللي هو المدرسة مثلا لازم البنت تمشي 2-3 كيلو عشان تروح المدرسة لما تتنقل الثانوي مثلا. صحيح. فطبعا البنت والعادات والتقاليد وكبرت، فبيخلي البنت تتوقف هنا عن التعليم ويحصل هذا التسرب. صحيح. ده بدأنا الدولة بتحله، بقى في مدارس بتنتقل هي للقرى. صحيح. هل ده هيتم مناقشته بقى وحصره أو معرفته هو فين بالظبط؟ هو الفكرة اللي طرحت وبتتناقش فكرة مفوضية عليا للتعليم والتدريب، أنا عندي أمل أنه خلال بلورة الفكرة، لأن حاليا دلوقتي في مشروع قانون، أنا عندي أمل أنه الفكرة تتبلور بحيث أنها تتناول الحاجات دي. يعني قضايا التعليم كتيرة جدا والتدريب كتيرة جدا وعلى مستويات مختلفة. طبعا قضايا العدالة دي سواء سميناها العدالة الجندرية أو العدالة الاجتماعية عموما لازم نتناولها. احنا كان عندنا مثلا مدارس المجتمع اللي كانت فكرة أعتقد أنها ابتدت في التسعينات، دي عملت عدالة لأنها دي كانت مدارس في القرى النائية بجهود الأهالي بتمنع التسرب من التعليم، حصل انها يعني كبوه، خلينا نقول كبوه في المدارس دي. انا عندي رجاء انه المفوضيه تهتم بالتفاصيل دي، التفاصيل اللي قريبه من الشارع. طيب مش بس يعني سياسات التعليم. في حاجه كمان تخليني انا برضو وانا بتناقش مع حضرتك دكتوره هاني اقول ايه؟ دلوقتي احنا عندنا الدوله بتهتم وعندنا حياه كريمه وتطوير. أيوة. الريف المصري. صحيح. بشكل عام بنتكلم وحياة كريمة مش بتهتم بس بالباب والشباك والسقف وكده، ولكن بالتعليم وبالصحة وبالوعي. أيوة. فحياة كريمة هتهتم بالتعليم، فليه أنا في الحوار الوطني ما كنتش عارف حياة كريمة هتعمل إيه بالظبط، والمناطق اللي فيها تسرب تعليم أنا برضو أشوف الدولة بتعمل فيها إيه بالظبط، وبالتالي أقدر أستفيد من كل الجهود دي. معاكي حق، انا لسه يعني عمري اطول من عمري كنت بتفرج على حاجه على اعلان على حياه كريمه. انا شخصيا بقالي سنتين بدرس كورس في الجامعه عن حياه كريمه. تمام. يعني وعن عن دور الدوله في التنميه التطبيقيه، ومؤسسه حياه كريمه كلها شباب هايلين وكنت على اتصال بيهم بالذات وقت التدريس. فعلا معاكي حق انه المفروض ان احنا نتناول قضيه دور حياة كريمة ودور الدولة في التنمية، بحيث ان احنا نعمل دمج ما بين الجهود الموجودة تبقى في جهود بتكمل في نفس الاتجاه ده. للأسف ربما انا يعني مقررة مساعدة، لكن كل لجنة ليها ناس مسؤولة عنها، ويمكن لانه مجلس الأمنة عنون الحاجات بشكل تعليم صحة شباب، فيمكن لان ما فيش عنوان تنمية. فيمكن عشان كده دور مؤسسة حياة كريمة مش واضح، بس يعني أرجو أن برنامجك يبقى لفت يعني نظر لأنه إحنا كمان يعني عندنا أمل أنه حياة كريمة بعد انتهاء الفترة اللي بتشتغل عليها وهي تقريبا 3 سنوات وما بدأوا بالفعل، أعتقد هيفرق كتير. يعني شكل وجه الريف
اللي كنا بنقلق عليه من طبعاً. القضية اللي بقول لحضرتك عليها إنه عدم وجود المدرسة القريبة، عدم وجود صحيح. وكمان دلوقتي التقنية والتكنولوجيا لما هيبقى فيه برضو ده موجود في الريف وفي القرية هيسهل حاجات كتير أكيد. بس أنا وأعوذ بالله من كلمة، أنا تدريس كورسين عن حياة كريمة خلاني أقول إنه إحنا محتاجين نعرف أكتر عن المشروع العظيم ده كمخرجات وكتنفيذ وكتعليم دروس تنموية، لأنه مفيش تنمية في العالم من أول مرة كل حاجة بتبقى طبعًا نجاح طبعًا 1000%. طبعًا. فمتهيألي أنه لما يبقى فيه في الأدبيات أكتر، لما يبقى فيه بيانات موجودة أكتر، ده دوركم بقى في الحوار الوطني. ده دوركم بقى في الحوار الوطني تشتغلوا عليه. طيب احنا كمان القضية بتاعت احنا بنتكلم عن مرأة وطفل في ظروف مختلفة، يعني الظروف في مصر بتتغير، يعني المرأة كمان بتشتغل وبتبقى هي كمان ممكن تكون هي الست المعيلة لأسرتها الكريمة، وهي اللي بتدفع وهي اللي بتراقب. فايه الجديد اللي ممكن تقدموه؟ يعني ايه الجديد اللي انتوا حاسين انه لازم تخرجوا بيه هو معاكم من الحوار الوطني؟ اعتقد في كذا قضيه. اولا فكره يعني مسانده المراه العامله وقبول فكره عمل المراه واعاده صياغه السياسات الخدميه اللي موجوده علشان تبقى موجهه لفكره ان الاسره المصريه الكل يعمل فيها. دي حاجه مهمه، يعني تقدري تعتبريها ان احنا ظبطه كده. انت مثلا هتلاقي خدمات كتيره قوي صحيه توقف الصبح. طب ما هي الست بتشتغل الصبح، هتودي ولادها امتى؟ صحيح. ولا حتى انا عارفه انه ده مثل يبدو ان هو بسيط، لكن هو مش بسيط خالص. يعني أيوة. مد الخدمات حتى لو عايزه تعمل تكون موجوده في الخدمات دي بالظبط، ان المدرسه تبقى عامله حسابها على ان المراه عامله. يعني هديكي مثل من مثلا بحث كنت بعمله قريب عن العاملات في المصانع. اشكاليه انه الست اللي نازله تشتغل في مصنع انها تودي ولادها المدرسه وتلحق الورديه بتاعتها بالظبط، النتيجه انها بتضطر تدفع بتكاليف كتيره في انها تتفق مع تاكسي او توك توك انه ياخد الولاد، لانه ميعاد المدرسه وميعاد الورديه مش ماشيين مع بعض. في كل العالم العمل اصبح بيحاول ان هو يوفق ما بين دور المراه كأم وكعاملة. فأعتقد أن دي من الحاجات اللي ممكن الحوار الوطني دي حاجات مجتمعية مهمة، لأنه كمان ممكن يدخل فيها رجال الأعمال والمصانع واللي بيوفروا حضانات، دول بيبقوا من الذكاء جدا جدا، لأنه يعني هو بيقدر يساعد المرأة اللي بتشتغل عنده وبيساعد يعني. الأب ما هو المرأة دي ليها زوج، يعني طبعًا. هو الأب برضو لما يبقى مطمن على أولاده أن هم في حضانة. يعني الحقيقة بعض المصانع في المناطق بغض النظر عن اسمها، يعني بس تحديدا في بني سويف حاجه عظيمه جدا، حضانات من اشهر، والعاملات في الحضانه كانوا عاملات في المصنع والام قريبه، فبتقدر انها فده انجاز كبير. يعني ده اللي قصدي بيه بانها ظابطه كده، ان انا اخد في الاعتبار احنا عايزين ظابطات كتير في الحاجات دي، ان الستات لازم تشتغل. أكيد. وهي حقيقي الستات لازم أكيد. تشتغل. الحقيقه نقاط كلها مهمه. انا بتمنى التوفيق للحوار الوطني، واحنا في انتظار انه كل ده يثمر عن شيء نخرج بيه. واشكرك جدا مرسيب. دكتوره هانيا الشلقامي، واشكرك جدا واتمنى لك التوفيق. مرسيب. نورتينا وشرفتينا في التاسعه. ميرسي خالص. واحنا في التاسعه بما ان احنا بدانا معاكم من مصر والكوميسا والسيد الرئيس وهو موجود وبيناقش ايضا قضايا اقتصاديه وقضايا مهمه جدا بتساعد فيها مصر ايضا في افريقيا، وفكرنا ان احنا كمان كقوى ناعمه السينما مهمه قوي، لان هي نقلت الحياه في افريقيا كانت عامله ازاي، ازاي اهتمينا بالسينما. لو تعرفوا انه السينما الافريقيه تاخرت ليه؟ لانه ما كانش مسموح للافارقه وقتها ان هم يعبروا عن نفسهم او يعملوا سينما، ولكن الاعتراف الاوروبي جه متاخر، لكن لحد ما وصل كانت صناعه السينما جاهزه وواقفه على رجلها. مصر بتهتم جدا، عندنا مهرجان مهم قوي، مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه اللي بيحرص تماما على مسانده السينما الافريقيه وطبعا عرضها، لانه مصر لها تاريخ طويل مع السينما. بعد فاصل قصير هيشرفني رئيس مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه وهتواصل مع حضراتكم على طول. فاصل قصير.